أعزائي المشاهدين، اليوم حنتكلم عن ظاهرة سيئة للأسف منتشرة عندنا، ظاهرة الإسراف. الإسراف ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا العربية وبالأخص الخليجية والسعودية. إيش يعني إسراف؟ الإسراف هو أنك تشتري أكل أو أشياء أكثر من اللازم. هذا عمل لا مسؤول، يؤدي إلى زيادة أسعار السلع وإتلاف المال بأشياء لا يستفاد منها، مما يؤدي إلى التخلص من هذه الأشياء الزائدة لاحقا لما ينتهي تاريخها. للأسف عندنا إسراف في العزائم، إسراف في اقتناء الثياب والساعات والأقلام، إسراف في شراء الطعام وخصوصا قبل رمضان، إسراف في مشاهدة التلفزيون والشاي والقهوة، إسراف في السهر، إسراف في التدخين، إسراف أشياء كثيرة بنصرف فيها، وأي شيء زاد عن حده ينقلب ضده. كده كان أبويا يقول لي، وأكيد أنت أبوك كان يقول لك كده، سمعناها من أبائنا وأجدادنا. طيب أبائنا وأجدادنا كانوا ينصحونا من تجربة ومن خبرة، لكن حنا ما نتنصح. ليش؟ وين المشكلة؟ يمكن لأنهم ينصحونا وما يطبقون، احتمال كبير. طيب إيش رأي المسيح بهالأمر؟ المسيح يقول لنا لما نصلي أن نطلب خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، متى 6:11. يعني يا رب أعطينا حاجتنا اليومية بدون زيادة أو نقصان. والخبز هنا يرمز لكلمة الرب، لكن ممكن يكون للخبز الحقيقي. حتى من أيام موسى من زمان الرب كان يعود شعبه أنه يؤمنون به وما يصرفون بتجميع المن اللي هو خبز السماء. حسب السفر الخروج 16 يقول لك كان يطلب من الشعب أنه يجمعوا من المن حسب حاجتهم ويأكلونه قبل الصباح، لأن الصباح بيرسل لهم من جديد. لكن اللي يصرف ويجمع أكثر من حاجته كان الدود يأكله. إذن ربنا هو من زمان هو ثابت ما يتغير، علم شعبه الاقتصاد في كل شيء، ويعلمنا حنا بعد نفس المبدأ. بركة المسيح معكم جميعا. تعالوا ونصلي مع بعض هذه الصلاة عشان نتخلص من آفة الإسراف في بلادنا. يا سيد العظيم، كم أنت عظيم، كم أنت قوي، كم أنت حنون، كم أنت جميل جدا يا رب. نحن نحبك وجايين أمام عرش نعمتك يا رب، وجاي أتشفع في شعبي عشان مشكلة الإسراف. يا سيد العظيم، أنت فعلا يا رب، الإسراف نقص إيمان. إحنا لازم نعلو في الإيمان أنه أنت حتوفر لنا حاجتنا في اليوم التالي، وما نخزن، نعتبر أنه كل شيء بيدك ومنك ولك، ولك كل المجد يا رب. حاطط شعب السعودي من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه أنه تشيل آفة الإسراف ويزيد إيمانهم بثقة فيك، لأنه أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. بالمسيح يسوع الناصر له كل المجد أطلب وأصلي، آمين.